بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب النادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين هنكون مع حضراتكم في مباراة النادي الأهلي ضد شبيبة الثورة الجزائري في تاني المباريات الإفريقية في دوري المجموعات. المباراة الأولى زي ما حضراتكم عارفين فاز النادي الأهلي على فيتا كلوب بهدفين مقابل شيء، وأول ثلاث نقاط للنادي الأهلي في دوري المجموعات. إن شاء الله النهاردة تبقى المباراة الثانية ليستطيع النادي الأهلي أن يفوز بها، وأيضا تبقى النقطة رقم 6، أو يستطيع النادي الأهلي أن يصل إلى النقطة رقم 6 إن شاء الله، لأن هنتكلم كتير عن المباراة وهنتكلم عن كتير جدا عن تحليلنا لهذه المباراة ومع ضيوف إن شاء الله اللي هقول لحضراتكم عليهم مين اللي هيكونوا معايا بعد قليل. دايما المباريات في الجزائر يا جماعه بيبقى ليها وضع خاص وبيبقى ليها شكل خاص. دايما مباريات النادي الاهلي في شمال افريقيا تحديدا بيبقى ليها وضع خاص وشكل خاص. ياما لعبنا مباريات افريقيه في شمال افريقيا، ولكن الجزائر تحديدا بتبقى المباريات بتاعتها اكثر سخونه، اكثر قوه، اكثر اثاره، لان الناس الجزائريين هناك او الجمهور الجزائري بيحب جدا جدا كره القدم وبيروحوا يتفرجوا على مباراه كره القدم بشكل كبير وبكثافه كبيره جدا جدا جدا. المباريات الجزائريه دايما بتبقى فيها، مش عايز اقول مشاكل، لان دايما النادي الاهلي الحقيقه وعلاقته مع الجميع في شمال افريقيا او في افريقيا كلها علاقه جيده جدا جدا، والناس عارفه من هو النادي الاهلي، ولكن الجزائريين او الشعب الجزائري بيبقى متحمس للفرق بتاعته بزياده شويه. فدايما تلاقي ايه، عمري ما انسى واحنا كنا بنلعب احدى الفرق في البطولات الافريقيه، احدى الفرق الجزائريه في البطولات الافريقيه، واحنا رايحين الملعب رايحين قبل المباراه بثلاث ساعات وصلنا قبل الاستاد كده بحوالي نص ساعة، قبل الاستاد بنص ساعة. المفروض كنا خلاص داخلين، الماتش كان الساعة 9 بالليل مثلا، احنا داخلين على 7 الا ربع ولا حاجة، دخلنا اوضه اللبس الساعة 8 ونص 9 الا ربع، ما لحقناش نسخن، ما لحقناش، كسبنا طبعا المباراة دي ولكن ما لحقناش نسخن، ما لحقناش نعمل اي حاجة من كتر الكثافة الجماهيرية اللي كانت موجودة في هذه المباراة، من كتر الناس مستنية تشوف النادي الأهلي هيعمل إيه في مثل هذه المباريات. والجمهور الجزائري كان موجود بكثافة، ودايما بتلاقوه في مباريات الأهلي موجود بكثافة. تفكير اللعيبة بيبقى في الوقت ده تحديدا لا يفكر في شيء، بتبقى في بعض الرهبة الحقيقة موجودة، ولكن الرهبة دي بتبقى للفرق الصغيرة، للفرق الصغيرة اللي هي دايما بتروح تلعب في الجزائر وما بيبقاش عندها الخبرة الدولية اللي موجودة في معظم اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي. خدوا بال حضراتكم، الجمهور بيبقى له تأثير كبير جدا جدا على اللعيبة في الملعب، خصوصا لما بتبقى لعيبة صغيرة أو ما عندهاش خبرات دولية، ولكن لعيبة النادي الأهلي عندها مثل هذه الخبرات. النهاردة الحقيقة التشكيل المتوقع هنقوله لكم بعد شوية، وهنقول لكم التشكيل اللي لعب بيه شبيبة الثورة الجزائري في مباراته الأخيرة أمام سيمبا التنزاني وهزم بثلاثية مقابل لا شيء، وهنكلمكم على كل هذه الأمور. ولكن أنا بتكلم على الخبرة الدولية اللي موجودة في لعيبة النادي الأهلي، الخبرة الدولية اللي موجودة في لعيبة النادي الأهلي تتيح ليهم النهاردة أن احنا نقدر ناخد ثلاث نقاط، وتتيح لينا النهاردة أن احنا في ظل الاستاد اللي هيبقى مملي على اخره النهارده بالمناسبه، وهنشوف كريم احمد بعد قليل اول ما يجهز معانا هنجيبه علشان يكلمنا عن الاستاد ويكلمنا عن الجمهور ويكلمنا عن كل شيء حدث خلال الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان خبره اللعيبه في النادي الاهلي او خبره اللاعبين داخل النادي الاهلي هتفرق كتير جدا 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 في هذه المباراه داخل الملعب. طبعا الجمهور بيبقى موجود والناس كلها بتبقى موجوده، ولكن اللعيبه ما بتفكرش في شيء الا الملعب فقط وكيف نستطيع ان نفوز بالثلاث نقاط، وهو ده المهم وهو ده الشيء اللي دايما لعيبه النادي الاهلي بتفكر فيه وهو الثلاث نقاط. وخدوا بال حضراتكم احنا دايما عندنا في النادي الاهلي هنا عندنا حاجه زياده او عندنا حاجه كده اوبشن زياده موجود. الاوبشن هو مش اوبشن الحقيقه، هو حاجه اساسيه موجوده في النادي الاهلي اللي هو دايما بتكلم عنه ودايما بحاول اوصله لحضراتكم، وهو الدقيقه 90 او ما بعد الدقيقه 90. دايما الوقت ده تحديدا الناس كلها بتبقى منتظره ماذا سيفعل النادي الاهلي، والجمهور الوحيد اللي عنده الثقه في لاعبيه ان هم دايما يستنوا للدقيقه 90، ما عندهمش مشكله لو متعادلين بنستنى للدقيقه 90، لو متعادلين او لا قدر الله مغلوبين ولا حاجه بنفضل عندنا ثقة في كل اللاعبين اللي موجودة لغاية
اما الحكم يصفر. يمكن ده اوبشن وحيد موجود في النادي الاهلي بس، مش موجود في اي نادي في اي نادي اخر خلال السنين اللي فاتت. ودايما انا قلت لحضراتكم ان الدقيقه 90 ده هيبقى السلوجن بتاع البرنامج وهيفضل دايما معانا في كل حلقه هنتكلم عنه، لان انا عايز اوصل لحضراتكم ان الدقيقه 90 دي مش الدقيقه 90 النهارده في ماتش النهارده، لا الدقيقه 90 دي يعني بطوله كامله، الدقيقه 90 دي يعني دوري كامل. الناس كلها فرحانه ومبسوطه، اللي بينافسوا في الدوري على المركز الاول والثاني وبيقولوا ان الاهلي بعيد. طيب خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. هي دي الدقيقه 90، نهايه الدوري، نهايه البطوله الافريقيه، نهايه كاس مصر، نهايه المباراه اللي هنلعبها، نهايه البطوله الكونفدراليه لما خدناها من عماد متعب لما وليد سليمان نزل وعمل له اوفر في الدقيقه كانت 90 او بعد 90 92 على ما اعتقد. هي دي النهايات اللي انا بتكلم عنها، مش نهايه مباراه بلس طبعا نهايه المباراه او زائد نهايه المباراه. ولكن لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم دايما بنتكلم، حتى مجلس الاداره، مجلس الاداره اللي موجود دلوقتي بقاله سنه وكام شهر، سنه وشهرين، يعني لسه ما خلصناش الشوط الاول في السلوجن اللي احنا حاطينه اللي هو دايما الدقيقه 90 او ما بعد الدقيقه 90. دايما عندنا الموضوع ده اوبشن زياده او ايديت زياده بتحط عليه علشان اللعيبه دي تقدر تعمل كل ما او تقدر تعمل اللي اللعيبه او الجمهور عايزه من خلال ان هم يقدروا ياخدوا ثلاث نقاط هامه جدا جدا في مباراه النهارده. عشان كده خلينا نروح نطلع نشوف تقرير عن، او اول حاجه هنتكلم فيها النهارده هنطلع نشوف تقرير مع حضراتكم مع الجمهور عن الدقيقه 90 وما بعد الدقيقه 90. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى.